بس للصوت هتعرفوا البنت ما جابوش ولاد الدجاج. وحاول نقول لكم مضبوط مع جمالك جمال ما شاء الله تبارك الرحمن. الدجاج راه خداها دريويش الله يبارك لي ها هو اخ دريويش. السلام عليكم تبارك الله علينا. دابا جينا نتولع شويه في القوس نتولعوا به الخير ما شاء الله. الله يبارك وجمالك جمال ما شاء الله. سبحان الله العظيم احسن ما خلق الله سبحانه وتعالى. هاي اللي بغا شي حاجه الف بالنسبه للدجاج راه قلنا لكم الاخوان شوف الدجاج كي داير الله يبارك. هذا هو اللي خرج عليه المصطلح ديال جمالك جمال ومن هنا خرجت الله يدير الخير. اخوان الناس محبين دجاج زينه كما كتشاهدوا معنا ديك قزامي وهذه الماركه كتسمى ناكازاكي اللهم بارك شابو ناكازاكي شابو. الثمن ديالو كيقول فيه 200 درهم ها هو اللهم بارك. ها وجمالك جمال ما شاء الله تبارك الرحمن الله يدير الخير بيسه اللهم بارك. شحال كيقول الثمن تقريبا 300 انا قلت 200 درهم جبت معايا اللي بغاو الاخوان الف مرحبا على البياسه. وانا كنتواجد في سوق قرعه بالدار البيضاء يوم الاحد ومعنا احد الموالع الكبار الله يدير الخير اخ بدر. السلام عليكم كيدير اخويا بخير لاباس عليك الله يحفظك. والاخ عزيز وليداتو اللهم بارك وجمالك جمال تبارك الرحمن الله يبارك. شنو دينا عندنا اليوم اخويا عزيز؟ عندنا اخويا جويجه ديال وين داون تبارك الله كما كتشوفوا الاخوان جويجه ديال وين داون هي اللهم بارك. وهنا يا اخويا عزيز ناكازاكي اللهم بارك. والدجاج البلدي شحال الثمن ديال البلدي؟ اللهم بارك. دجاجات بصحة جيدة اللهم بارك كما كتشاهدوا معنا. والبطوطات 1000 ريال. وتحية للعائلة المحترمة اللهم بارك الأخ بدر الله يحفظكم راك عزاز وغالين من أعز الناس في السوق تبارك الله عليكم الله يسخر. محبي الأرانب كنتواجد في سوق عبد الدار البيضاء يوم الأحد كما كتشاهدوا معنا أني وجمالك جمال. هذه طدوا لي هو على ما أظن ياك طدوا لي أخويا تبارك الله. شحال الثمن ديالهم المرضي هادو؟ 180 درهم الاخوان ها هما بياسات طيب دوليون كيكون الراس ديالها مزغب ها انتم كما كتشاهدوا معنا الاخوان طيب دوليون طيب دوليون راه تاجي لهنا هات شتي الراس كي كيكون راس مزغب ومن هنا كتكون ناشله اللهم بارك. كيقول 180 تحياتي للمرضي وهادو اللي كاينين هنا الحبيب نعم واخا انا نقيد لك التليف سيامو شحال الثمن ديالهم سيامو تاهما 170 درهم. والاخوان اللي بغى شي بياسه الف مرحبا قعد الاخ تبارك الله اللهم بارك هاني وجمالك جمال ما شاء الله تبارك الرحمن بياسه الله يدير الخير. التليفون ديالك الحبيب 06 74 67 18 17 19 اللي بغى شي بياسه الف مرحبا الاخوان ها البياسه اللهم بارك. ندورو لسلعة أخرى عند أخ الآخر هاني اليوم ديال الأرانب اللهم بارك وجمالك جمال. أش من نوع أخويا هادو؟ هادو طود اليوم ها هي كيما قلت لكم الإخوان الراس كيكون مزغب اللهم بارك. شحال البياسة هادو خويا؟ 100 درهم اللهم بارك هاي ثمن جد مناسب. وكاين هاد البياسة غلايضة تبارك الله اللهم بارك. أش من النوع هادي أخويا؟ طود اليوم ها هي تبارك الله. وهاد الاخ راه مولوع وقديم معنا في السوق وصديق ديالي هذا اللي بغى شي بياسه الف مرحبا. بغيت تعطي التليفون ديالك للمشاهد اللي بغى شي حاجه قول اخذ التليفون ديالك 06 15 04 بلاتي يا ولدي 33 22. اللي بغى شي بياسه الف مرحبا هاي كاينه البياسه خلنا خدامين صحك زينه صاحبي كما كتشاهدوا الاخوان كاينه بياسه اخرى اللهم بارك. هو التليفون ديالك الحبيب 06 56 62 25 68 الاخوان اللي بغى شي بياسه في هادو اللي عجباتو راه عندهم لي رفاج في الدار توكلوا على الله وتواكلوا معاهم تواصلوا معاهم عفوا الله يدير الخير تحياتي. الاخوان كيما كتشاهدوا معنا كنتواجد في السوق راه بالدار البيضاء. شحال دير هاد الكريات اخويا هاد؟ 130 بونو كازو ياك؟ مستعملين كيما كتشاهدوا 130 درهم الوحده. الناس محبين طائر الطوسان ها البياسات اللهم بارك. هذا راه طار الصباح في السوق مشيت لهذيك الموبر راه شفتوه من هنا مشى لتما اللهم بارك. شحال الثمن ديالهم التريو اخويا؟ 100 بالنسبه لهذا
3 نتاوي وذكر 1200 درهم بربعة تبارك الله. كاينين 3 نتاوي اخو حتى يا اخو مد الله يفتح عليك. ها انتم الاخ تحياتي. دزز اولدي شويه الله يرضي عليك بالشمس الله يرحم لك اخويا. اه شتي دابا الفيديو كي ولا كاينين 3 نتاوي وذكر الثمن ديالهم 1200 درهم 300 درهم البياسه. 300 درهم بياسه اللي بغاهم الاخوان الف مرحبا. كتواجد في سوق رعب بالدار البيضاء اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. ها البياسات الله يدير الخير مرحبا الله يحفظك. هذاك التليفون تعطيهم التليفون ولا باغي تبيعهم انت دابا؟ باغي تبيعو دابا. الله يدير الخير اخويا الله يدير الخير. اخوان الناس محبين الحمام الزينه كاينه مع الكوبل جاكوبين. ها هي هاي طلعت عليكم شتوها يا سلام الله يبارك. هاي كما كتشاهدوا معنا راسه مخشي سبحان الله العظيم. هذا الجاكوبين علان شحال الجاكوبين قول لي شحال؟ 800 درهم الاخوان اللي بغى الف مرحبا. هاي هاي دير لكم كورد الاخوان راه مدوزه الستاج مدوزه الله يدير الخير مدوزه الكومبيتيسيون اللي بغى الف مرحبا. هاني الخوت هاني الله خدم معايا الله يحفظك. شنو هذا النوع هذا؟ الله يخليك المهم واش يطيبونا الله يحفظك. قول لي قول لي شنو هذا النوع هذا؟ وعلان مرايا داد علان. ها انتم الاخوان بي اس اس اجي اخويا هذا مرايا هذا مرحبا اخويا. اش منو هذا؟ هذا بغوين اخويا بغوين. اللهم بارك في الابيض. الثمن ديالو حبيب 350 بياسه 350 درهم البياسه الاخوانات. ها البياسه تبارك الله راه نافخه. اللهم بارك اللهم بارك وجمالك جمال حمام الابيض حمام السلام. هذا الشنايبر هذا؟ ها الشنايبر باقي صغير. الثمن ديالو اخويا 25 250 درهم. وهنايا تبارك الله اخويا بحال بحال تا هما 350 350 الاخوان اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. الناس المهمين الناس الولاد الناس كيعطيونا كيتجاوبوا معانا. وانتم بلاتي وقع الله يفتح عليك. وانتم الاخوان بغينا نولعوكم الله يبارك. هاني وانتم الاخوان الله يبارك. انت خرجتي من الباب محلوه راس الحمد. وانتم الاخوان اسم منو اخويا علال هذا الله يرحمك. الساتيليت اخويا الساتيليت الله يحفظك اخويا. قامت مات سيكتور اه وكاين الطوسي تبارك الله. كاين سميتو السيبيري هو البيض. السيبيري هو البيض هو الاخوان الله يبارك. هاد القهوي فولغا الفولغا هذاك القهوي كلشي ديال 200 درهم بياسه. كلشي الاخوان اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. الثمن ديالهم 200 درهم. علال والله انت غتشريها معايا خليني خدام. ها انتم الاخوان كاين الطوسي كاين البياسات اللهم بارك واللي بغاهم الف مرحبا. هاد علال وهنا عندنا عندنا البغويط الاخوان كاتيتانو هما شحال الثمن ديالهم اخويا سفيان؟ 600 درهم البياسه الله يبارك. 600 درهم اللهم بارك. ها انتم الاخوان هذا الاخ سفيان تيوا هذه تبارك الله شنيبره اللي بغاها الف مرحبا. ها انتم الاخوان هاني هذا شنابر ديال الاخ سفيان اللي بغاهم الف مرحبا. ما يكون الخير هاني بيسات اللهم بارك اللي بغى شي حاجه كنتواجد في سوق رعب الدار البيضاء الف مرحبا تبارك الله اللهم بارك. ها هو الثمن ديالو 200 درهم. ها هو هاني اخويا راه قصي هو شوف تحياتي اللي بغى الاخوان الف مرحبا. وكاين هاد الوليدات ديال بيروس هاهم شحال الثمن ديالهم الزين الله يحفظك المرة تحياتي شحال؟ الجملة ولا؟ الواحد ولا الجملة ولا اللي كاين الثمن ديالها؟ الجملة 40 درهم. الجملة ب 40 درهم الإخوان، هذا وليدها الشنابرات، الواحد؟ الواحد 50 درهم. الواحد 50 درهم، خدامين شنابر ماشي وليدات، واجدين الخدمة. كاين اللي واجدة. كاين اللي واجدة كما كتشاهدوا معنا. الله يبارك، الأخ راه صديق ومعروف معقول واللي بغى شي حاجة ألف مرة. الإخوان كما كتشاهدوا معنا كاين الكوبل. هو ديال المكسيكي شحال الثمن ديالو خويا؟ 130 130 هو رخيص تبارك الله اللي بغى الف مرحبا. وانت هو ديال كانار بسكوي
كما كتشاهدوا معنا واجده الثمن ديال الحبيب 150 150 درهم كتواجد في سوق قلعه بالدار البيضاء اللي بغى شي حاجه الف مرحبا واقف على السيد الله يدير الخير وجمالك جمال شحال الكوب كل اخويا 1000 درهم 1000 درهم جزاك تبيض الله يجي بقينا صغار كما كتسمعوا اخوان يلا غير بكري والنسوه قهويه وبكري كما كتسمعوا الاخوان الثمن ديالهم 1000 درهم نسوه كريه الكركري والنسوه راه فيها القهوه والكري فالقهوه راه باقيه في اللوس راه باقيه الله يجي راه ماشي باقيه اللي بغاو من الاخوان الف مرحبا كنتواجدوا في السوق قلعه بالدار البيضاء يوم السبت اخوان كنتواجدوا في السوق قلعه بالدار البيضاء كما كتشاهدوا معنا واحد اخ مولوع اللهم بارك السلام عليكم خويا تبارك الله عليك صحة وراحة كما كتشاهدوا معنا شحال دايره الكوبل ديال الدجاجات 100 درهم البياسة والطوسيات هادو تا هما 1000 ريال 50 درهم يا مرحبا وكما كتشاهدوا معنا الاغاتا الاخوان الناس بزاف كيتسالوا على الاغاتا هو هذا الجريزي البسكوي الله يبارك شحال الثمن ديال البياسة هنا يا خويا الثمن هاد الاغاتا شحال داير 200 درهم البياسة اللهم بارك واللي بغى شي بياسة الاخوان الف مرحبا الثمن ديالهم اخويا كامل الا البياسة البياسة هذيك الاغاتو والكريك الكريزية 150 درهم هاي شتو بيسكوي 130 اللي بغى شي حاجة الف مرحبا الاخوان كما كتشاهدوا معايا كنتواجد في سوق قرعة بالدار البيضاء هان المباشر الف مرحبا شكرا العزيز لا لا يخطيك الناس محبين الارانب كما كتشاهدوا معنا ها بياسات اللهم بارك صحة جيدة اللي بغى شي بياسة الف مرحبا ها شحال الثمن ديال الوحدة اخويا 130 درهم اخوان 130 درهم للبياسة اللي بغى ياكل اللي بغى يكسب الف مرحبا والطوسات هادو شحال دايرين تاهم 200 درهم الوحدة 200 درهم للبياسة مع الشتارك شاش كيبانو مسخسخين هكا الحمد لله طاحت امطار الخير واللي بغى شي حاجة بغى يتفايزت مع راجو هاني الدجاج البلدي البيبي الكنار القوري اللي بغى شي حاجه الف مرحبا اثمنه جد مناسبه الاخوان اللي بغى شي حاجه الف مرحبا وكنتواجد في سوق قلعه بالدار البيضاء يوم الاحد هاني بياسات الله يدير الخير شحال اثمنه كتواصل هنا ديال الدجاج تقريبا 60 درهم من 60 درهم 70 درهم والبيبي كاين 100 درهم 150 100 درهم 150 130 وهذاك القوري اللي كيغوت 90 درهم 90 درهم بياسه هو هذا القوري الاخوان هو هذا كنار ما كاينش كيفاش كان كاين هاد الوز هذا هاد الوز واش حتى الثمن ديالو هاد الوز هذا هذاك اخويا 40 درهم 40 درهم كاين شويه راه شويه كوب اللي بغى شي حاجه اخوان الف مرحبا هاد القوره انا بغيت ديالو 10 دراهم تبارك الله كما كتسمعوا الاخوان راه بدا يبيض دابا والبيض ديالو كيدير 10 دراهم هاد القوره هذا هو الذكر هذاك انت وهم كل ملي شكرا اخي الكريم الناس محبين دجاج البرام ها انتم كتشاهدوا معنا في الروج الثمن ديالو 300 درهم هاو باقي وليد الاخوان 6 شهور مازال باقي قاعد وما كاين البرد كيبقى مجموع اللي بغى شي حاجه الف مرحبا شحال هاد الفليت تاع ولدك ابراهيم هادو دوريجين الله يدير الخير هاهما الاخوان شحال عندهم اخويا مصطفى ديال الاخ مصطفى 15 يوم 15 يوم هذا الاخ مصطفى ها هو غني هذا التعريف كاين شي بيض اخويا ولا والو لا دابا البيض قليل سمعتوا الاخوان انتم كتتصلوا بنا البيض قليل واحد الله يشام واحد رجعتو كما كتسمعوا راه البيض راه ما كاينش هاد الفرير رجعت بلا اخويا المرضي هذا شحال دايرين مصطفى 350 كوب هذا كوب بجوج 350 وهذوك النوار هذوك هذوك ديال واحد السيد اخر حتى هو يقول بحال بحال حتى بحال بحال اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا هاني الله يبارك هادو راه بكوبل هادو راه ديال 300 وجمالك جمال ما شاء الله هذيك البلديه شحال دايره قريش لها عوجين هذيك شوف هذيك الكراق هذيك الحضانه واعره الله يدير الخير